عايز اقول لحضراتكم النهارده هنتكلم عن كل شيء، وهنتكلم عن المباراه، وهنتكلم عن طاقم التحكيم، وهنتكلم عن كل الامور الخاصه بالمباراه. ولكن الحقيقه قبل ما ابدا واتكلم عن مباراه اليوم، عايز ابدا مع حضراتكم بوظيفه جديده حصلت خلال اليومين اللي فاتوا دول في الرياضه في مصر. الوظيفه دي اسمها المصلح الاجتماعي الرياضي. الوظيفه دي اسمها ايه؟ المصلح الاجتماعي الرياضي. المصلح الاجتماعي ده بيجي بيطبطب على الناس ويقول لهم ايه، اتنين مثلا يكونوا متخانقين، يروح يطبطب على ده شويه ويطبطب على ده شويه ويقول لهم مش عايزينكم تتكلموا يا جماعه، وعايزين كل اللي بينكم وبين كل اللي بينكم وبين بعض ما يبقاش موجود. اليومين دول انتشر الحقيقه وبشده خلال الفتره اللي فاتت منذ ان النادي الاهلي عمل بلاغ للنائب العام في بعض الامور الخاصه بما يحدث خلال الفترات اللي فاتت من تطاول من البعض. النادي الاهلي قدم هذا البلاغ، فوجئنا بعد تقديم هذا البلاغ ان بعض المصلحين الاجتماعيين الرياضيين اللي هم لا ينتموا الى كره القدم في اي شيء، ولكن طالعين بس لمجرد ان هم ياخدوا شو اعلامي، لمجرد ان هم ياخدوا شو اعلامي فقط لا غير، طالعين يعملوا ايه؟ يقول لك يا جماعه بقى احنا داخلين على بطوله الامم الافريقيه، ومن فضل حضراتكم مش عايزين حد يقعد يتكلم بقى ونعمل مشاكل ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. هو انتوا كنتوا فين السنين اللي فاتت؟ هو انتوا كنتوا فين السنه اللي فاتت؟ ولما النادي الاهلي يتخذ خطوات جاده، لما النادي الاهلي يتخذ خطوات جاده في اي حاجه، تلاقي المصلحين الاجتماعيين الرياضيين دول ما بين قوسين طبعا طالعين يتكلموا في كل حاجه لمجرد الشو الاعلامي فقط. هي مش كانت التجاوزات دي بقى لها قد ايه؟ انا مش بتكلم على شخص، انا بتكلم على مجموعه من الاشخاص. تجاوزات في حق النادي الاهلي وليست في حق اي شيء اخر، في حق اسم النادي الاهلي. وبالمناسبه انا ما بتكلمش نيابه عن حد، او ما بتكلمش نيابه عن مجلس اداره النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي له متحدث رسمي يتكلم بالنيابه عنه، ولكن انا بتكلم من قناعاتي انا الشخصيه. الوظيفه الجديده اللي طلعت المصلح الاجتماعي الرياضي دي ايه نظامها يعني؟ انا عايز افهم. كل واحد دلوقتي قاعد قدام الشاشه يقول لك ايه يا جماعه احنا عايزين بقى الدنيا تهدى. طبعا عايزين الدنيا تهدى، ولكن انا بتكلم من وجهه نظري الشخصيه، او من وجهه نظر البرنامج الشخصيه، وليست من وجهه نظر مجلس اداره النادي الاهلي. زي ما قلت لكم مجلس اداره النادي الاهلي له متحدث يتكلم عنه. انا بقول ان اللي غلط لازم يتم حسابه. يتم حسابه ازاي؟ هناك بقى طرق كثيرة جدا جدا، الطريقة القانونية اللي اتبعها النادي الأهلي، ولكن الناس اللي غلطت في النادي الأهلي خلال الفترات اللي فاتت، إذا طلعت اعتذرت، إذا طلعت اعتذرت على الهواء مباشرة زي ما الناس كلها كانت بتشوفها وهي بتتكلم وبتخوض في أعراض أو في كلام كتير يخص النادي الأهلي، الناس دي لو اعتذرت خلاص أوكي، ساعتها نشوف الدنيا هتبقى ماشية إزاي. وجهة نظر الشخصية وليست وجهة نظر أي حد خالص، أنا بتكلم عن وجهة نظر أنا. ولكن فجأة كده لقينا خمسة ستة طالعين يتكلموا يا جماعة والنبي هدوا الدنيا شوية، أصل الدنيا احنا داخلين على أمم أفريقيا. أكتر نادي بيحافظ على البلد وأكتر نادي بيحافظ على كل شيء هو النادي الأهلي. خلال الفترات اللي فاتت بالكامل، ومش من شخص واحد، ده من أشخاص كتيرة جدا خلال الفترات اللي فاتت، ومعروف انتماءاتهم ومعروف هما بيتكلموا ليه، لأنهم كانوا ضد مثلا مجلس الإدارة الحالي في الانتخابات السابقة مثلا يعني. بيطلعوا يتكلموا يقول لك لا احنا عايزين نهدي وداخلين على امم افريقيا. طب هو انتوا افتكرتوا دلوقتي ان انتوا داخلين على امم افريقيا؟ ولا هي التهدئه دي بس لمجرد ان النادي الاهلي ابتدى يتخذ خطوات جاده ولن يتراجع عنها؟ انا وجهه نظري التراجع الوحيد، او مش تراجع، اذا 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 كانت الناس عايزه هنا في مجلس الاداره، اذا الناس طلعت اتاسفت، اللي غلطوا في النادي الاهلي اذا طلعوا يتاسفوا ويقولوا يا جماعه احنا متاسفين واحنا مفيش مشكله وبيننا وبين بعض عيش وملح وكل الامور جيده، خلاص اوكي، ساعتها من الممكن ان مجلس الاداره يفكر في هذا الموضوع، لان في النهايه هي تمس اسم النادي الاهلي، ما تمسش اسم حد. انت لما بتيجي تغلط بتغلط في اسم النادي الاهلي. وبالتالي يا جماعه بس الناس اللي طالعه المصلحين الاجتماعيين الرياضيين، من فضل حضراتكم خليكم في حالكم. بما انكم ما اتكلمتوش خلال السنه الماضيه في اي شيء، فمن فضل حضراتكم خليكم في حالكم وابعدوا عن النادي الاهلي. لان الناس دي اساسا ما لبستش شورت، الناس اللي طالعه تتكلم دي ما لبستش شورت، ما تعرفش يعني ايه اسم النادي الاهلي، ما تعرفش يعني ايه قيمه النادي الاهلي.
فعشان كده من وجهة نظري طبعا ان المصلحين الاجتماعيين دول خليهم في بيتهم. احنا النادي الاهلي يعلم تماما ماذا يفعل، النادي الاهلي يعلم تماما ماذا يفعل، ويعلم كيف يحافظ على حقوق جماهيره، وكيف يحافظ قبل كل ده على اسم النادي الاهلي. فالناس بس اللي طالعه تاخد شو اعلامي، تاخد شو اعلامي في التلفزيونات، كل واحد يطلع هنا شويه يقول لك اصل كذا، واصل يا جماعه من فضلكم احنا داخلين على بطوله امم افريقيا. اكتر نادي بيخاف على البلد هو النادي الاهلي، نادي الوطنيه ونادي الكراء كل حاجه. والكلام ده انا مش بقوله عشان انا واقف في قناه الاهلي، انا بقوله قلته في كل القنوات السابقه اللي كنت بشتغل فيها. ولكن كل واحد عايز يعمل لنفسه منظر او شو او اي حاجه، يطلع يقول لك يا جماعه بقى عايزين نهدي الدنيا وعايزين نعمل الدنيا. لا، وجهه نظري ان الدنيا تهدى عندما او لما المخطئ يطلع يقول انا اسف يا جماعه انا غلطت في حق النادي الاهلي او في اسم النادي الاهلي او كذا او كذا او كذا، ساعتها يبقى القرار في ايد مجلس الاداره، يشوفوا اللي يعملوه ايه ويعملوه. لكن ان بتطلع ده تقول يا جماعه نهدي الدنيا وده يسكت وعشان خاطرنا وبتاع والكلام ده كله، ده احنا مش قاعدين، احنا عندنا 70 80 مليون او 60 70 مليون واحد بيشجعوا النادي الاهلي وبينتظروا ماذا سيفعل مجلس الاداره حفاظا على اسم النادي الاهلي وعلى قيمه النادي الاهلي. فمن فضل حضراتكم خليكم قاعدين في البيت، يعني الحاجات اللي بتعملوها دي يعني قعده عرب تقعدوا مع بعض تخلصوا الحاجات دي كلها، لكن ان حد يطلع يتكلم، وخصوصا ان هو ولا من قريب ولا من بعيد في كره القدم، ما يعرفش يعني ايه شرط الناس اللي بتتكلم. يعني هو مش واحد بالمناسبه، ده هم فوجئت انا امبارح والنهارده ايه كميه الناس المصلحين الاجتماعيين دي، ايه كميه الناس دي. حضراتكم اهدوا، مفيش اي مشكله، احنا هنعرف ناخد اجراءات. احنا كنادي اهلي او النادي الاهلي لو مجلس اداره يستطيع ان يحافظ على حقوقه بكل الطرق القانونيه والمحترمه.